أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نجمع بينهما بما قلنا قريبا وكررناه مرارا وتكرارا، أن العمل إنما هو سبب، فالباء سببية، الباء سببية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن تكون يكون العمل ثمنا للجنة. مثل تقول اشتريت هذه الدار بمليون، بمليون ريال، الباء باء العوض، اشتريتها بمليون ريال، هذه باء العوض. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض. فالجنة ليست عوضا عن العمل، لأن عمل الإنسان مهما كان فهو قليل ولا يكون ثمنا للجنة العظيمة، إنما العمل سبب. فقوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء العوض، فليس الجنة عوضا عن العمل. نعم.